تحياتي لكم. هل هذا العلاج والطرق العلاجية سواء بالتمارين أو بالزيوت أو بالتبخير أو بالحركة أو بالنظام الغذائي، هل هو علاج بعطي نتيجة؟ يعني بس ليوم واحد عملت التمارين عملت الهاد واليوم الثاني لازم أظلني أسويهم؟ يعني للإجابة على هذا السؤال خليني أجيبكم في نفس المنطق اللي بتفهموه اللي هو منطق الأدوية. في بعض الأدوية بتاخدوها كورسين أسبوع أسبوعين بتطيبوا بتروح الآلام وانتهينا. في بعض الأدوية بتظلها معكم مرافقة طول عمركم لحد ما نموت، اللي هي أدوية الضغط، الهشاشة، الروماتيزم، كل الأمراض المزمنة هذه. وهذه وإحنا نفس الأمور مع فروق كبيرة طبعا. في بعض العلاجات خلينا نقول مثلا واحد رقبته بتوجعه وصار في عنا انزلاق غضروفي، إذا بدنا أسبوع لأسبوعين أقصى حد 3 أسابيع عشان ننهي من الموضوع، يعني الألم يروح نهائي والأعراض ترجع بالوضع الطبيعي. هذه هي الاحتمالات من أسبوع لثلاث أسابيع للانزلاقات الغضروفية سواء في الرقبة أو في الظهر أو في المنطقة الصدرية. بس إذا بنيجي على مشاكل هشاشة ومشاكل روماتيزم ومشاكل الفايبروماليجيا والتشنجات العضلات هذه بتطول، ما بتقعد 3 أسابيع أكيد، بس من أول مرة بتسووها بتصير تخف، التكرارات بتصير تزيد، التعب بتصير كل، الألم بتصير كل. بنعمل أول مرة بروح الألم ساعتين ثلاث أربعة نفس فعالية المسكنات، بس الألم برد يرجع بكمية أقل شوية. بنرد نعمل كمان مرة بيرد الألم يغيب له 4 ساعات 5 ساعات، وركبتي ما شاء الله عليها بعدها زيوت والتمارين كل شيء تمام، وبرد أصحى الصبح في التشنج هاد برد أسوي، بس بيصير الأمور شوي 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 تتحسن. واللي بده ينتهي من الموضوع بده يضله مثابر ويضله يكرر، كل ما كررت أكثر وكل ما عملت كل هالوصفات هذه بشكل أكثر، هاي ساعتها النتيجة حتمية. وبجوز حضرتك في الآلام المزمنة هاي اللي عندك تشوف حالك 3 4 أسابيع خلصت من الموضوع كامل، بس الموضوع بده خطوة خطوتين ثلاثة، بده تكرارات، ما في نتيجة سريعة، في نتيجة مبدئية سريعة. هذا بتعزز ثقتك في الطرق هذه وبتعطيك الشجاعة والإقدام إنك تكمل للخطوة الثانية وتحط لحالك هدف دائما، الهدف إني أنا أرجع زي ما كنت وأنهي من المشاكل هذه، وتشوف حالك وتنبسط مع حالك لما كل ساعة قاعد أنت بتمشي في الهدف هذا، وقاعد شوي شوي بتحسن وضعك، شوي شوي بترجع تتوصل للهدف هذا اللي حطيته. كنت 20 سنة، كنت 40 سنة، كنت 100 سنة، هذه فيش فيها مشكلة. بس انه حط لحالك دائما هدف كبير مش هدف صغير، انه والله بس اخفف هالألم، لا انا بدي اخفف وبدي اقوي وبدي لين وبدي ارجع اقامي كويس وبدي ارجع زي ما شباب بدي ارجع. التكرارات هي اللي هترجعك شباب. رد واعمل التعليمات وأسئلة كديش حيفيد، أكيد حيفيد 1000000% حيفيد. في أعراض جانبية، طب أنا إذا عندي ديسك وكذا، ما احنا كلنا الأمان، صمام الأمام لإلكم دائما في عمل التمارين خصوصا اللي هي الألم. إذا أنتوا التزمتوا في هذا الصمام في هاي الحالة بتتواقوا حالكم وبتتجنبوا حالكم أي مضاعفات بسبب شدة التمارين. بصير في ألم بوقف خط أحمر، برد أرجع أكرر، بس ما بتعدى الألم. في هيك إحنا بنكون بالسليم. بالنسبة للشغلات الغذائية والوصفات والزيوت، طبعا الشغلات الخارجية أكيد لا بتأثر على ضغط ولا بتأثر على غدة درقية ولا بتأثر على مشاكل داخلية، يعني هاي الزيوت والمياه والتمارين وهاي الأمور. هلأ إذا بدنا نأخذ شغلات تحفيزية زي حب الرشاش، زي مش الحبوب هذه، في شغلات قوية فيها استروجين قوي، فيها هرمونات بتنشط الهرمونات، ففي هاي الحالة من كلكم المحاذير. الحوامر ما يأخذوا ما يكثروا، اللي عندهم مشكلة في الضغط وسيولة في الدم أوريدي أو بأخذوا أدوية، بنحكي وبننبه هاي الشغلات ممكن يخففوا منها
وفقط انتو دائما بتضلكم تضبطوا الامور، يعني اللي عنده سكر بيضبط السكر كل شوية، اذا ناسبتني ناسبتني ما رفعت السكر خلاص بخفف منها، بتضبطوا الشغلات التالية يعني، وبتعرفوا حالكم وبتعرفوا الاعراض، وانتو بتحددوا كديش اكمل وكديش ازيد وانت اوقف. انا مش معكم احدد لكم وانت بالضبط، انا بعلمكم انكم نفس في نفسكم تاخذوا القرار، وانتوا تصيروا تحاولوا. الدكتور حكى مثلا لما ارفع ظهري هيك لازم وانا نايم على بطني وعشان الديسك وارفع لازم الالم هيك يروح من الرجل ويطلع الظهر، اذا الالم صار ينزل على الرجل لا لازم اوقف، لازم اروح على الحركات الثانيه بعد التكرارات. فانتوا بصيروا تسمعوا وتنفذوا، لاني انا بوجهكم علي، بس اوجهكم للشغلات اللي انتوا لحالكم تندلوا عليها وتعملوها وتطبقوها وتسووها، وبس انا بنتظر النتائج الحلوه منكم هذه بعد التطبيق. هذا اللي بدي اياه وهذا اللي بدي اسمعه، اذا بدكم تبسطوني وتفرحوني في النتائج هاي وتخلوا صدقتنا الجارية هذه تجيب نتيجة أفضل لما ناس كتير يستفيدوا منها. تحياتي، شكرا.